مصر نجحت في استضافة البطولة الإفريقية للمواي تاي اللي حضرها وشارك فيها حوالي 11 دولة من القارة السمراء. كمان كان في تواجد كبير جدا من أبطال مصر المنافسين في البطولة اللي وصل عددهم لحوالي 18 لاعب. بمشاركة 11 دولة استضافت مصر منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات لرياضة المواي تاي التي تم تنظيمها على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. الدول المشاركة هي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشيوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف. وتشهد منافسات البطولة تحديات قوية وعناصر ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يصعب البطولة على الجميع ويتنافسون على المراكز الأولى لاعتلاء منصات التتويج. وقدم الاتحاد المصري للمواي تاي الترحيب بوفود الدول المشاركة بجانب الحرص على تقديم كافة التسهيلات والإجراءات الخاصة بهم لتوفير أوجه الراحة. على الجانب المصري يشارك المنتخب المصري للمواي تاي في البطولة الإفريقية ب18 لاعباً ولاعبة، هم أحمد صلاح سالم، رضا حسني، عمر عواد، عبد الله صبري، كريم حسن، محمود صلاح، مصطفى كرم، محمود جمال، فيصل بلال، أحمد شريف، محمد الديب وإسلام محمد فتحي. بالإضافة إلى اللاعبات شهد صبري، داليا حمدي، رنا أحمد، ندى طاهر، نهى علي ورضوى أحمد. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن البطولة. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني شايفين في التقرير دلوقتي شباب زي الفل وشايفين بنات كمان بيشاركوا في البطولة، فحابين حضرتك توضح لنا في البداية النتائج النهائية اللي تم الحصول عليها للمراكز الأولى. عندنا 6 ميداليات ذهبية حصل عليها حصدوها أبنائنا وبناتنا امبارح الحمد لله. كانت منافسة شرسة جدا بين مصر والمغرب وتونس والجزائر وكوت ديفوار، كانت منافسة شرسة جدا. الحمد لله قدرنا ان احنا نحصد ميداليات وترتيب كويس في البطوله الحمد لله رب العالمين. 11 دوله مشاركه افريقيه، 18 لاعب مصري. عايزين نعرف مصر تاريخها في اللعبه دي، لانه ناس كتير جدا يمكن ما يعرفوش تاريخ لعبه المواي تاي والبطولات اللي احنا حققناها قبل كده. والله الحمد لله هو اتحاد المواي تاي اتحاد حديث العهد، اشهر سنه 2020 بقرار السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي رقم 159 لسنة 2020، وهي دي دورته الأولى كمجلس إدارة. خلال الفترة دي قدرنا نتوسع وننتشر في الكفور والنجوع والمحافظات المختلفة، وقدر الاتحاد يوسع قاعدته وقدر إن هو يكون عنده أبطال عالم وأبطال إفريقيين وأبطال عرب خلال هذه الفترة. طب حضرتك اتكلمت عن دول المشاركه في البطوله، يعني عايز اعرف مين اصعب دوله نفستنا؟ والله المغرب دوله قويه جدا، المواي تاي موجود في المغرب من السبعينات. كذلك الجزائر وتونس، طبعا الاتحاد الجزائري والاتحاد التونسي موجود برضه فيهم رياضه من زمان موجوده. كذلك كوت ديفوار من الدول القويه جدا في رياضه المواي تاي. فكانت المنافسه شرسه ما بين اربع منتخبات دول، خمس منتخبات والكوت ديفوار برضه كانت منافسه شرسه، بس منتخب المغرب يعني بين عناصره لعيبه كتير عندهم خبره دوليه كبيره. بس الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه واولادنا كانوا قد المسؤوليه وقدروا ان هم ينافسوا بشراسه، وكنا مسيطرين على المباراه النهائيه معظمها كان بين مصر والمغرب. عايزين نحكي مع حضرتك اكتر عن كواليس البطوله والمشاركه المصريه. احنا شايفين في الصور مع حضرتك على الهواء يعني في ابطال وبطلات كمان، في مشاركه نسائيه مصريه قويه. كواليس الخاصه بالبطوله والاستعداد ليها. هو المنتخب الوطني المصري دخل معسكر مغلق استعدادا لهذه البطوله، خاض حوالي فتره شهر ما بين معسكر مفتوح ومغلق مع الجهاز الفني اللي احنا بنشكره، يعني الجهاز الفني قدر ان هو يعد المنتخب اعداد جيد في هذه الفتره. وكان من اثره ما يعني احنا شفناه ان ابطالنا كانوا جاهزين فنيا وبدنيا للمباريات وقدروا يؤدوا باداء عالي يعني يشرف مصر. يعني التجهيزات بقى كلمنا عنها يا فندم، يعني بتجهزوا من امتى؟ التمرينات بتبقى عامله ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك احنا دخلنا معسكر مغلق
كان قبل منه معسكر مفتوح للاعبين تم اعدادهم من خلال الجهاز الفني للمنتخب، وقدر ان هو يجهزهم بالشكل اللائق. جميل. طب استاذ محمد، انتشار لعبه المواي تاي في الشارع المصري الى اي مدى بيقبل عليها الشباب؟ ايه الاماكن والمراكز اللي بيتم التدريب فيها؟ ناس كتيره جدا ما يعرفوش تفاصيل اكتر عن اللعبه دي، لعبه المواي تاي. هي رياضه المواي تاي هي بالعربي هي رياضه الملاكمه التايلانديه، هي رياضه عريقه. احد العاب الدفاع عن النفس المعروفه والمشهوره، تعتبر من اقواها ومن اشرسهم. ولادنا وبناتنا تعرفوا عليها من خلال الفتره الوليده اللي احنا كنا فيها دي موجودين فيها، من خلال ابطال العالم. مصر عندها ابطال عالم في هذه الرياضه، حاصلين على ذهبيات وفضيات عالم. جاء من هنا الانتشار بتاع اللعبه، ان تم تسليط الضوء الاعلامي عليها ومن خلال التلفزيون والسوشيال ميديا، ومن هنا ابتدى الموضوع ينتشر في المحافظات وفي الكفور وفي النجوع وفي الانديه وفي مراكز الشباب والانديه الصحيه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. يعني انا معلوماتي عن المواي تاي يمكن مش كبيره قوي، وفي ناس كتيره ممكن مش عارفه قوي ايه هي المواي تاي. فرق بينها وبين الكيك بوكسنج او الكونغ فو ايه هي؟ احنا شايفين دلوقتي في كيكس بالرجلين وبالايدين، فبتفرق ايه هي عن الكيك بوكسنج مثلا؟ طريقه الاداء، الركلات واللكمات تختلف، بالاضافه الى وجود تقنيات اكتر ما بين الكوع والركبه والكلينش، ان هي بيتم الركل بالكوع كمان، اللكم بالكوع والركل بالركبه. جميل. طب استاذ محمد، سريعا بعد الانجاز اللي احنا حققناه في البطوله الافريقيه المواي تاي، الخطوات اللي جايه، هل في مشاركات في مسابقات عالميه اكتر الفتره اللي جايه؟ احنا بعد ان شاء الله بطوله افريقيا الحمد لله انتهينا منها، ابتدى المنتخب يستعد لبطوله العالم اللي هتقام في شهر مايو. جميل. في اليونان ان شاء الله، وكذلك منتخب الناشئين والبراعم والناشئين يجهز لبطوله العالم في شهر 8 في تايلاند. هي لعبه اولمبيه يا فندم ولا مش مندرجه تحت الالعاب الاولمبيه حتى الان؟ مندرجه لكن لسه ما نزلتش جدول، اندرجت في الجدول الاخير في طوكيو كرياضه اولمبيه، بس لسه ما اندرجتش في جدول الانشطه. كل التهنئه طبعا لكل الابطال المصريين اللي حصدوا الميداليات في بطوله مواي تاي الافريقيه. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي.